حضرة السيدات والسادة، يأتي حفل التنصيب هذا في سياق وطني خاص مطبوع بالمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل معالجة تداعيات الزلزال الذي شهدته بلادنا ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023 بإقليم الحوز، والذي امتد ليشمل عددا من العمالات وأقاليم بلادنا. لقد تمكنت السلطة العمومية من مواجهة هذه الفاجعة بنجاح بفضل المقاربة الفعالة والمنهجية التدرجية والالتزام الجماعي الناجم عن التلاحم القوي بين مختلف مكونات المجتمع والانخراط المسؤول لجميع المؤسسات في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية الكبرى. وبالرغم من صعوبة التحديات والإجراءات الناجمة عن هول الفاجعة، إلى أن بلادنا تمكنت ولله الحمد من مواجهتها، ليس فقط من خلال احتواء الأزمة بمختلف تداعياتها وآثارها السلبية، بل وجعلها للأخيرة فرصة تاريخية لإعادة إعمار مناطق متضررة بما يليق بمكانتها التاريخية والسياحية وبما يضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين. لقد شكلت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ترأس 3 اجتماعات في ظرف 10 أيام خارطة طريق تنهى من خلالها تحديد أولويات بشكل دقيق ومفصل. ففضلا عن التدابير التي تم اتخاذها منذ اللحظات الأولى التي عقبت الزلزال والتي تجسدت في التجند الفوري للقوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والطراز الملكي والمصالح الأمنية والوقاية المدنية والجميع القطاعات المعنية من أجل تسريع عملية الإنقاذ وإجلاء الجرحى وتقديم مساعدات مستعجلة للساكنة المتضررة. تم الحرص على اعتماد مجموعة من الإجراءات الاستعجالية منها أساسا الإحداث فوري للجنة بين وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء الملازم المدمرة عقب الآجال. التعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بجميع مكوناتها من أجل تقديم الدعم ومواكبة المواطنين في المناطق المتضررة. القيام بمبادرات استعجالية لإيواء المؤقت وخصوصا من خلال سير ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد والاضطرابات الجوية أو في فضاءات استقبال مهيئة تتوفر على كل المرافق الضرورية. منح الدولة مساعدة شهرية بقيمة 2500 درهم للأسر المعنية لمدة سنة. تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140,000 درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و 80,000 درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً. التكفل الفوري للأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مدفوعي الأمة. إعداد برنامج مندمج ومتعدد القطاعات يستهدف ساكنة تبلغ 4.5 مليون نسمة وفق مقاربة التقائية على أساس تشخيص محدد الحاجيات وتحديد المؤهلات الترابية والفاعلين المحليين.